كارتيرون، هل سيبقى في نادي الزمالك أم سيرحل بعد أن حكمت المحكمة بتولي وعودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك؟ كارتيرون ما زال يمارس عمله ويستعد للقاء القمة، وفي اجتماعه مع حسين لبيب رئيس الزمالك أكد له أن هذا شأن قانوني، وكان المستشار مرتضى منصور أكد على عدم إقالة كارتيرون عند عودته إلى نادي الزمالك.